نروح لزميلنا محمد توفيق ملعب مباراة، نطمن منه على اخر اجواء قبل انطلاق المباراة مباشرة. مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام نجوم مصر والنادي الاهلي، واجواء رائعه هنا داخل استاد القاهره كابتن ايمن. طليق بنهائي دوري ابطال افريقيا مباراه الاهلي والوداد، واحسن ما يزين الاستاد وادهى صوره هنا في استاد القاهره الدولي هو جمهور النادي الاهلي اللي ملا جنبات استاد القاهره كلها كابتن ايمن، واحسن استقبال الفريق يمكن يعني احسن استقبال واقوى استقبال كان لمصطفى شوبير طبعا حارس مرمى النادي الاهلي، واستقبال اكثر من رائع جمهور النادي الاهلي اللي شاف من قدر مصطفى واستقبله افضل استقبال، يمكن كمان زملائه علي لطفي وحمزه علاء كان مؤازره كبيره جدا اثناء تدريبات حراس المرمى هنا في ملعب استاد القاهره، ومن جمهور النادي الاهلي ومن كل زملائه ومستر مارسيل كولر اللي يمكن نزل الاستاد اول واحد يا كابتن ايمن وفضل كتير جدا في ارضيه الملعب حتى نزول اللاعبين يمكن كان بيستمتع بجمهور النادي الاهلي واللوحه الجميله اللي رسمها في الاستاد. كان طبعا النادي الاهلي نزل اولا لارض الملعب تلاقي فريق الوداد المغربي، اجرى الفريقين حالا ذات ما حضرتك خلاص انتهوا من اجراء عمليات الاحماء ودخلوا غرف الملابس طبعا للنزول مباشره لبدء المباراه باذن الله. درجه الحراره ارضيه الملعب جمهور النادي الاهلي كلها اجواء اكثر من رائعه كابتن ايمن، نتمنى ان شاء الله انها تكتمل باداء اكثر من رائع وفوز كبير النهارده للنادي الاهلي يسهل عليه باذن الله مهمه الفريق في مباراه العوده الحد القادم باذن الله يا رب ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي بالتوفيق وباذن الله النهارده كابتن ايمن نحتفل كلنا بعد انتهاء المباراه. هل في عندك تواجد جماهيري الوداد البيضاوي؟ في مدرج كامل يا كابتن ايمن، يمكن النادي الاهلي طبعا مخصص للاشقاء من الوداد المغربي مدرج الدرجه الاولى علويه يمكن مخصصهم المدرج بالكامل، ولكن عدد الحضور من جمهور الوداد يعني تقريبا 2000 متفرج طبعا احسنوا استقباله ويمكن لقوا كل سبل الراحه، نتمنى ان شاء الله المعامله تكون بالمثل في مباراه العوده باذن الله في الدار البيضاء. الاجواء هنا اكثر من رائعه، جمهور النادي الاهلي كمان يا كابتن ايمن ملتزم جدا بالروح الرياضيه وروح الاشقاء واحسن استقبال الفريقين، مفيش خروج خارج على النص، دايما ميزه جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نحتفل احنا وكل الجمهور العريضه سواء داخل الملعب او خارج الملعب كابتن ايمن يا رب باذن الله بنتيجه ممتازه ان شاء الله باذن الله علينا مباراه العوده باذن الله رب ان شاء الله. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق.